قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليم بدلالة المادة أولا ثانيا ثالثا رابعا قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005 وحددت أحكام المادة 400 من قانون العقوبات رقم 111 1969 ثالثا بدلالة العراقية الأولى رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن واهلها بالسجن 10 سنوات ابعاد السكان او النقل القسري للسكان كجريمه ضد الانسانيه وفق الماده 12 اولا بدلاله الماده 15 اولا ثالثا رابعا من قانون المحكمه الجنائيه العراقيه العليا رقم 10 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 باء قانون العقوبات رقم 111 لسنة المحكمة العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق. كل الذين انحرفوا ثالثا الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا 133 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 2005 الله أكبر. رابعا تنفذ الحياة الأشهر بحق المدان استنادا بحق المدان استنادا بحكام المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 2005